الحادية عشر مساء التاسعة بتوقيت غرينتش، وموجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة. مشاهدينا أحييكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبري الرئيس الراحل محمد أنور السادات والزعيم الراحل جمال عبد الناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. وقد تناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات لوكالة رويترز إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع مصر وتونس سيتم قريبا جدا. وأضافت جورجيفا أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع الدولتين لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، وأشارت إلى أن المفاوضات ستحدد مسألة اتخاذ قرار بشأن حجم القرض، موضحة أن التوصل لاتفاق نهائي بشأنه سيتم مع سلطات الدولتين. ناشد الأمين العام للأمم المتحدة زعماء العالم لحضور قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، وأكد غوتيريش أن القمة تعد أكثر أهمية هذا العام بسبب التحديات الاقتصادية التي تجتاح العالم والتي تفاقمت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما دعا غوتيريش قادة الدول لتكثيف التزاماتهم بالحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين. أفادت صحيفة التايمز البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بإجراء تدريب عسكري نووي على خط المواجهة في أوكرانيا. وأضافت التايمز نقلا عن عسكريين أن بوتين يستعد لتجارب على استخدام أسلحة دمار شامل لإثبات قوته. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية، وأكد البنتاغون أن المعارك في أوكرانيا متركزة في خرسون وخاركييف، مشيرا إلى أن موسكو تواصل قصف مواقع أوكرانية من أجواء روسيا. كما أعلن البنتاغون أن روسيا تخطط لتجنيد 300 ألف جندي ولا نرى دخولا كبيرا لهم في أوكرانيا. أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن بلادها مستعدة للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا إذا خفض السكان استهلاك الطاقة. وخلال جلسة مخصصة لمناقشة الحرب في أوكرانيا أمام البرلمان، أشارت بورن إلى أن فرنسا ملأت بالكامل تقريبا خزاناتها المخصصة للغاز، وزادت القدرة الاستيعابية للمحطات المشيدة في الموانئ لمعالجة الغاز الطبيعي المسالة. وأضافت أن الرئيس ماكرون أعلن عن خطة لتوفير الطاقة هذا الصيف. أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار أورلين ضرب الساحل الغربي للمكسيك، وضرب أورلين منطقة مدنية مازاتلان السياحية الشهيرة، حيث تم إلغاء المدارس وإغلاق الموانئ.
ختام الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.